الزمالك اكثر جاهزيه؟ طبعا اكيد الزمالك اكثر جاهزيه في كل الخطوط، يعني عنده ثبات في التشكيل، اعتقد ان عنده كل الاوائل المهمه بالنسبه له او كل مفاتيح اللعب بالنسبه له متواجده، بل بالعكس يعني عنده كمان وفره في مجموعه اللعيبه اللي موجودين. حتى الدكه بتاعت الزمالك هتكون افضل من دكه الاهلي لو الكالدوين احتاج ان هو ينشط او يستخدم خطوط قوه لنادي الزمالك. عنده اسلحه اكتر من النادي الاهلي طبعا بكتير. النادي الاهلي عنده غيابات وعنده غيابات كتير، حتى ولو زي ما بيقول كابتن حازم ان علي معلول والشناوي هم الاكثر، لا كل الغيابات دي مؤثره على النادي الاهلي. بس طبعا في جزئيه مهمه جدا، يعني طبعا عماد يتفق معايا فيها، ان دايما الاهلي بمنحدر، يعني وقت كبير جدا الاهلي كان عنده غيابات كتير، ولكن دايما اللي موجود بيقدر يسد، لان النادي الاهلي عنده الدوافع وعنده الطموح طول الوقت بتبقى قويه باي مجموعه لعيبه بتلعب.